السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد lesson 7 في الجيومتري الميدل 1 فيثاغورس ثيرم. تمام. أنا عندي الترينجل ABC ده ترينجل رايت أنجل ترينجل. تمام. اللينث بتاعت السايدز بتاعته في ثيرم بتحدد الريليشن ما بينهم, وإن هو اللينث of AC سكوير equal length of AB square plus length of BC square. دي الثيرم اللي عملها طبعا العالم الكبير فيثاغورس. فالثيرم دي هي اللي بتحدد الريليشن between the length of sides of a right angled triangle. طبعا احنا ال AC اللي هو الهيبوتنيوز اوف رايت انجلد تريانجل, وعندنا ده السايد بتاع التريانجل AB, والاذر سايد او السكند سايد اللي هو البي سي. طيب لو جاء ان احنا عايزين البي سي مثلا, اللينث اوف بي سي هيبقى بي سي سكوير ايكوال اي سي سكوير ماينس ال اي بي سكوير. تمام. دي الريزلت اللي على الريليشن بتاعت او الثيرم بتاعت فيثاغورس. تمام. طيب لو عايزين ال AB سكوير هيبقى equal ال AC سكوير minus ال BC سكوير, ودي جاية من ال equation او الريليشن between ال hypotenuse, ال length of hypotenuse و ال length of other sides of a triangle. طيب انا لو عندي مثلا example 1, بيقول لي مثلا عايز ال length, عايز ال missing length في ال right angle triangle ده A B C, واعطيني ان ده 20 سنتيمتر واعطيني ده 15 سنتيمتر. ايه الريليشن بتاعت او الثيرم بتاعت فيثاغورس؟ بتقول ايه؟ ان ال AC سكوير ايكوال AB سكوير بلس BC سكوير. تمام. يبقى عندي ان ال AC سكوير هيبقى ايكوال AB سكوير اللي هي 20 سنتيمتر سكوير 20 سكوير بلس 15 سكوير, هيبقى equal 20 سكوير اللي هي 20 times 20 اللي هي 400, وال 15 سكوير اللي هي 15 multiply 15 أو من 15 times 15 اللي هي 225. التوتال بتاعهم هيبقى 625 اللي هو هيبقى ال AC سكوير. يبقى ال square root of AC square equal square root of 625. تمام. وال square root of AC square, طبعا ال square ده مع ال square root, الدرس بتاع ال square root بتاع الالجبرا, هيبقى هو ده length of AC, هيبقى equal ال 625 دي هي عبارة عن square root of 25 square, عشان ال 25 times 25 equals 625, فال square هيروح مع ال square root زي ما خدنا قلنا قبل كده في الالجبرا, هيبقى ال AC equal 25 سنتيمتر. تمام. طيب لو جاف اي triangle تاني واعطونا اي اعطانا الهيبوتنيوز وعايز مثلا ال AB, اعطانا ال AC وعايز ال AB, هنستعمل ال relation اللي احنا قلناها قبل كده, هيبقى الهيبوتنيوز minus square minus ال side التاني square. تمام. عندنا A B C D is a quadrilateral. تمام. in which measurement B equal measurement A C D equal 90 degree. يبقى الكوادريلاترال ده مقسوم لتو تريانجلز, تو رايت انجل تريانجلز اللي هو اي بي سي واي سي دي. تمام. الاي بي ايكوال 4 سنتيمتر, البي سي 3 سنتيمتر, والاي دي 13 سنتيمتر. ايه الريكوايرد؟ عايز فايند ذا لينث اوف اي سي. تمام. اند سي دي. طيب هاجي اكتب السوليوشن بتاعي.
أول حاجة ال given، هكتب ال given A B C D is a quadrilateral. تمام. بعد كده هكتب measurement angle B equal measurement angle A C D equal 90 degree. A B equal 4 centimeter. B C equal 3 centimeter. A D equal 13 centimeter. تمام؟ ده ال given. Required to find length of A C and C D. تمام؟ طيب. Proof. عندي. Since ABC is right angled triangle, therefore AC square equal AB square plus BC square. تمام. طيب يبقى ال AC square equal ال AB كام؟ 4 سنتيمتر، 4 square 16، وال BC square اللي هي 3 سنتيمتر يعني 3 square اللي هي 9 equal 25. تمام؟ يبقى ال AC equal square root of 25 equal 5 سنتيمتر، لأن ال 25 هي عبارة عن 5 square، ال square هتروح مع square root هتفضل 5 سنتيمتر. يبقى احنا كده جبنا ال AC كام. ونفس الطريقة نفس الـ sequence. Since ACD is right angled triangle. تمام؟ ده كده first required. خلاص؟ Therefore فين الهيبوتنيوز بتاعنا اللي هو السايد الاوبوزيت للرايت انجل اللي هو ال AD سكوير ايكوال AC سكوير بلس CD سكوير. طب هو عايز مين هنا؟ عايز CD. يبقى ال CD سكوير ايكوال AD سكوير ماينس AC سكوير. ال AD اللي هو كام؟ اللي هو 13 square اللي هي 169 minus ال AC square اللي احنا لسه جايبينها اللي هي 25 هيبقى equal 144. وهنيجي جنب دي كده هيبقى ال CD equal ال square root of 144. 144 اللي هي عبارة عن 12 سكوير، يبقى ال CD equal 12 سنتيمتر. وطبعا هنا واحنا بنكتب البروف اما نيجي نكتب الثيرم هنيجي نكتب كده جنبها Pythagoras theorem. تمام. وهنا في السكوير في الترينجل سوري التاني اما نيجي نكتب الثيرم هنيجي نكتب جنبها كده Pythagoras theorem. وده كده ال second required. يبقى ال main idea عندنا في ال theorem دي ان ال length of hypotenuse square length of hypotenuse equal the sum of square length of other side of a right angled triangle. يعني بتكون سهلة وأي شكل ممكن يجيلنا أي quadrilateral أي triangle بنعرف نجيب length of sides بتاعته.